ايوا هادشي اللي كاين. زيد انت كمؤثر وراقع ايضا في المغرب، يعني تلاقيتي بالاصدقاء ديالك تما؟ نعم تلاقيت الاصدقاء ديالي تما في مدينه الداخل. الناس يعني شوف، الناس كيتبعوني من جميع المدن المغربيه الحمد لله. حنا ماشي دوك الناس اللي كيديروا التفاهه، حنا ضد التفاهه. حنا يعني ناس كنقدموا واحد النصيحه للشباب، يعني على اساس الانسان يكون عنده واحد المبادئ، يكون عنده اخلاق، يكون عنده واحد الحسنى والتعامل الى اخره. هادشي اللي كنديروا حنايا. وبالنسبه لرحله العمل ديالي كانت رحله يعني علاجيه لواحد الحاله مرضيه. كان عنده واحد الابن ديالو مريض ومسكين، يعني طلب ومبغيتش نحشم به. يعني حنا ولاد الناس، كنكبروا ولاد الناس، مشينا خدينا مع الغرض. شوف كيقول لك على نيتكم ترزقون. نعم. النية أبلغ من العمل. نعم. ملي كيكون المريض عنده النية وسميتو والراقي عنده النية، راه كيجيب الله الشفاء غير في ساعة واحدة. والحمد لله يعني في هذا الظرف ديال اليومين جاب الله الشفاء، اللهم الحمد. وحنا غنرجعوا لمدينة المحمدية، عندنا باقي عندنا بعض الحالات من الدار البيضاء ومن بسليمان ومن بوزنيقة، وديك الساعة غادي نشوفوا عاوتاني الوجهة الثانية فين غتكون إن شاء الله بإذن الله. أنت كمؤثر تابعتي الأحداث مؤخرا البلاد ديالنا؟ ضروري ضروري كنتبعوا الاحداث، يعني باش كان يعني شي رد من حقنا حنا نردوا. شوف دابا ملي كيكون شي حاله او شي حاله في البلاد، يعني خاص المواطن يبدي بالراي ديالو. كاين حريه التعبير، غير الناس باقيين كيقول لك لا كنخاف حق المتابعه القانونيه، المساله القانونيه، غير ما يكونش التشهير. من حق ان المواطن المغربي الا شاف شي حاجه ما عجباتوش، من حقه انه يعيط لواحد المنبر صحافي ويعبر على الراي ديالو. شوف التعبير حريه الجميع، غير ما يكونش فيه السب، ما يكونش فيه القذف، ما يكونش فيه المساس بالمقدسات الى اخره. بحال دابا شي حاجه ما عجبتش، لان حنا المغرب وجهه سياحيه. نعم. خصوصا مع يعني تنظيم كاس افريقيا وكاس العالم، يعني خاص اي حاجه ما غتعجبش الناس البراني، حنا اولى بالبلاد نخبروا الناس المسؤولين باش تكون يعني واحد الانجازات، وتكون يعني واحد المسائل اللي هي زوينه، والناس يحاول انهم يجدوا. المغرب بلاد زوين، باش نكون واضحين، المغرب ديالنا بلد جميل. هادشي اللي كاين، كاينين بعض الناس يقول لك لا المغرب ما زوينش. علاش؟ حيت راه فيه انت اللي كيقول المغرب ما زوينش، راه غير بك انت، حيت انت اصلا انت عندك واحد الشؤم ديما كيتشائم، ما عندوش يعني اليقين بالله عز وجل، وما عندوش التوكل. راه الله عز وجل اللي راه شوف قال لك في القران، كيقول لك وامرها لك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والمخرج راه فيه بزاف ديال الحوايج، فيه الرزق، فيه المال، فيه السياره، فيه الطياره، فيه البلاد، فيه المراه الجميله، فيه الولد الصالح، وغاده وكاك. ايوا هادشي اللي كاين. زيد المشاهدين ديالك راه توحشوا من خلال هذه الزياره هذه. شوف المتابعين ديالك بالنسبه للمشاهدين كينقسموا لقسمين، هناك من يراقبك، هناك من يراقبك حبا. علاش؟ ماشي حبا فيك انت عاد كيبغي، كاين بعض الناس كيبغيونا كيتواصلوا معنا في الواتساب في الرقم ديالك، وكاينين بعض الناس اللي كيراقبوك غير كيحضيو يعني الزلات ديالك، كيتسناو كيترقبوا غير واحد الزله ديالك. على سبيل المثال واحد اليوتيوبر كنعرفو انايا، كان شاد قرعه ديال البومس محيد لها اللعيبه ديالو كيشرب، ربما هو اللي غايه في نفسي، داروا كيضرب البيره، داروا كيسكر، داروا هذيك النهار انا كنت غير في واحد المقهى، وهذيك المقهى ديال الشيشه، دخلت حاجه كان غير نتبول، ومنين تما خارج قلت له راه اش كدير تما؟ قلت له راه كتكنشيش، اللهم نجي من الاخر. شوف حنا المغاربه حنا عندنا اساءة، شوف انا ما كنعممش، عندنا اساءة الظن اكثر من حسن الظن. حنا ما كنحسنوش الظن بالاخوان ديالنا. شوف ملي يجيك شي واحد قال لك راه فلان دال، ديما الانسان يحسن الظن بخوه المغربي. شوف حتى يتبين، اذ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الا ما كاينش التبيان وما كاينش الدليل، الانسان ما يبقاش يلوم خوه المغربي وما يبقاش يتهم خوه المغربي. علاش؟ لان باساءة الظن شحال من مرة طلقات، باساءة الظن شحال من درية خرجت من دارهم، باساءة الظن شحال من درني مسكين ولا غادي للحبس فابور، والمواضيع كثيرة. وحنا كنتمنوا ان الناس بزاف التعالي كيقولوا السي كاميرا بوك والعاقة، ما كاين كيمشي في الطيارة ويرجع في الطيارة. باقي عندي واحد الفيلا، باقي لي واحد الجليجة ديال الذهب، باقي ما كملتهاش، مشيت باش نجيب باش هذيك الجليجة نكمل. حنا راه على قد الحال، ماشي طيارة على قد الحال، طيارة على حساب الناس، طيارة على حساب، شوف طيارة على حساب الناس ماشي على حسابي انا. حتى دابا من شفت عند السيد انا كنزق الامور دي معروف عليا، ملي كتصل بيه على قبل العلاج كان في المدينة اولا المسافة بعيدة، كنت هو كنت فاهم هو اللي كيتحمل المصاريف تاع الطيارة الي روتور، المصاريف تاع الماكل والمشرب، وكيبقى الثمن ديال العلاج ديالي خاص بيا انا. ما يمكنش لي انني غادي نطلب بحال دابا انا غادي للداخله، ما يمكنش غنطلب 3000 درهم وعندي في 2000 درهم ديال الطياره الي روتور. نعم. وعندي في عاد الماكله والشراب عاد خاصني نخلي الوليدات. اذا خانا كنقول ليه كنفرض عليه، شوف راه هاكين هاكين واش تحمل مسؤوليه على السفر، تيقول لك مرحبا. وهذه شوف الناس اللي شوف الناس اللي كيديروا النيه اقسم بالله الا كيجيب الله الشفاء، ولكن الناس اللي كيبقاو حاضرين معاك وعندك يدير لنا ما كيجيبش الله الشفاء. غادي نربط لك الرحله ديالك العلاجيه لمدينه الداخله، يعني تنقلتي. نعم. ماشي بحال بعض الرقات اللي كيديروا الرقيه عن بعد عبر الواتساب. اشوف انا ديما دائما اندد يعني. نعم. وسميتو بهذه المساله ديال الرقيه على الواتساب. نعم. راه مساله خطيره، راه كنقولها للناس، شحال من وحده انتحرت، شحال من وحده قجت ولدها، شحال من خصنا ديال اوروبا. راه الا بغيتي دير الرقيه عن طريق الواتساب خاصك تشوف راقي متمكن وراقي فاطن اللي غيعرف يتعامل معك ويكون معك شي حد في الدار، يعني اللي غادي يراقب التحركات ديالك ويراقب سميتو السكنات ديالك. اما يبدا عليك اللي غندير لك رقيه في الواتساب وما معكش شي واحد وغادي
يعالجك الى اخره، عرفوا هذا راه كذاب. الراقي الفاطن ديما كيوصي انه يكون معك شي حد في الدار، اما خوك اما باك اما عمك اما خالك اما امك، حتى لو كان شي رده فعل يكون واحد تصرف واحد رجل عاقل او امراه عاقله. اما تكون بوحدك راه عول انك يقدر يطلع فيك الشيطان مارد، تولي مليوح من الشرجم، او تولي خارج ضربك شي طوموبيل، او يكون عندك شي دراري صغار تولي قاتلو. وهادشي اللي كنقولوا فيه، وحنا الناس سبحان الله ما كيبغيوش الحق. حنا ملي كنتكلموا كاين بعض الناس كيبداو يسبوا فيك، والسيد ما عندك ما يدار، كون ما عندي ما يدار حنا راه كنضربوها في السماء وكنضربوها في البحر وكنضربوها في البر. عندنا ما يدار، كون انا كاع ما كنخرج من المغرب ونخرج من المدينه ديالي، كون انا باقي مقابل والدي الى اخره. حنا عندنا وليدات كنخدموا عليهم، كنمشيو نجيبوا الرزق في اي مدينه كاينه. المهم ما خلينا حتى شي مدينه في المغرب، ما خلينا حتى شي غابه، ما خلينا حتى شي حاجه، ما خلينا، اللهم لك الحمد. هادشي اللي كنقول. اذا من طوب باقي شي سؤال زملاء صحفيين؟ مرحبا. كاين شي سؤال؟ غد خذ راحتك، شوف خذ، شوف طرح اي سؤال يعجبك. ما كترتاحش؟ لا شوف انا ما كشوف، كيقول لك جرى صغري على كبري، وكيقول لك سميتو انسان اغتنم يعني خمسة بعد قبل خمس، شبابك قبل هرمك، يعني استغل شيء قبل تكبر. علاش؟ ما حد باقي الصحه، انسان قادر يسافر قادر يدير اي حاجه، ولكن من نهار اللي كتشرف كتولي عندك عكيكيز مقابل غير الجامع ديالك، يعني كتسنى يجيك اليقين. حنا ما حدنا باقيين صغار، راه كنقلبوا يعني واحد المخرج اللي نبنيو فيه المستقبل ديالنا، وكل شيء كيبقى بالاراده ديال الله عز وجل، والله خير حافظه، والله هو الرزاق ذو القوه المتين. الماتيريال ديالك هو هذا الماتيريال ضروري، هذا الماتيريال ضروري، الماتيريال ديالي ضروري ضروري ضروري، لوازم الشغل ضروري ضروري. وكنت من اخي كيمشي مثلا يسافر بلا لزوم شغل، لا كاين كاين انت علاش ما لا يعني كنشوفك دائما في كازا والمحمد، يعني بهذه اللبسه هذه عندي ها شوف يعني دابا علاش ما تراقي ما كتبش جلابه؟ دابا انا كنسير شوف دابا بحكم انني 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 لحيه، انا كنسير العصر ديالي العصر ديالي فيه السروال فيه السبرديله فيه الحداثه. دابا كيقول لك بان الالتزام هو الابتعاد عن عن, عن 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 الدنيا، هذا خطا. راه الالتزام هو الابتعاد عما حرم الله عز وجل. اما عيش سافر لبس، شوف ضرب لبس لي بي، ما عندك فلوس نايك ب 40000 ريال لبسها، عندك فلوس انك تسوق فيراري شري فيراري ولبسها. راه هذه من النعم والله عز وجل، راه يحب ان يرى اثر نعمتي على عبدي اللي بس تخليه يدير عندي وفي سميتو عندي هنا في الباليزه. ما نمشي عند الناس كن اليوم السبور غدا التقليدي وغادا وكاك، باش المهم باش يعرفوا ان الناس راه انت يعني واحد الانسان يعني معاصر للوقت ديالك. حنا راه الجلال كنلبسوهم في الاعياد، كنلبسوهم يعني في الجمعه، ملي كترشق لي عليه راه كنلبسو وغادا وكاك. اللي عنده خويا باش يضرب النايك البس النايك اخويا، ما تخممش. علاش؟ عطاك الله النعمه باش تبان عليك، ماشي باش انك تخبيها. الا خبيتها غتخليها للوراثه، نهار اللي غتموت المراه غتجمع العلاقه غتدبر على راجل اخر وغيعيش فيها هو. كيف دوزتي الرحله ديالك؟ مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد. اللهم لك جوج سوايع، جوج سوايع خرجنا مع 12 لاروب وصلنا مع جوج لاروب، يعني جوج سوايع الحمد لله. اللهم يعني بدون توقف، رحله بدون توقف. المهم كيعطوك شي حاجه بسيطه في سميتو، كيعطوك دانون، كيعطوك بحال الكيكه والعصير، وكيعطوك واحد الفينوسه صغيره فيها الدجاج وسميتو. المهم الحمد لله، اللهم لك الحمد. اذا جاي مغدي؟ الحمد لله جاي مغدي، مختار باش تغدينا انت اخويا اللي وقفت علينا بحال ملك الموت. كاين الانتعاش السياحي في البلاد؟ والحمد لله. شوف راه انت دابا الحمد لله راه الناس من جميع الجنسيات، نعم من جميع الجنسيات، من السعوديه، مصر، فرنسا، ايطاليا، امريكا، سويسرا. شوف عارف ان المغرب بلاد الامن والامان. نعم. والمغرب يعني بلاد ديال الناس وبلاد ديال المحافظين، يعني من جميع الاصناف، سواء لا الشلوح لا الرحام لا الريافه، كل شيء يجي مرحبا بك. ما كاينش اللي غادي اديك غير الانسان يدخل سوق راسه. وحنا ضد ان شي واحد يجي داخل ويبغي يمس يعني بالامن ديال التراب الوطني، حنا ضده. واللي بغى يفرض القوانين خاصو يدخل المغرب، يلتزم بالقوانين ديال المغرب. وحتى يعني انا تحيه لرجال الدرك الملكي والشرطه والاستعلامات العامه والقوات المساعده والسميتو والقوات ديال والسميتو ماشي القوات المساعده ديال البومبيه، شنو نقول لهم حنا رجال الوقايه المدنيه. سافرتي ما بقيتيش ورا الشف ضربه الشف، وكل شكر يعني الناس ديال المطار محمد الخامس والمسؤولين ديال المطار محمد الخامس، يعني الرحلات يعني في المستوى وحتى الاستقبال في المستوى وحتى المضيفات وحتى الدراري اللي خدامين كيديروا لي فاليز. الحمد لله يعني كاين الامن، ما بقاش السرقه، ما بقاش شي حاجه. شوف سيرفيس يعني من سميتو من ارقى السيرفيس، اللهم لك الحمد. يعني راه كينافس المطارات الكبرى. نعم اللي بغى يجي المرحبا مرحبا به. شوف بلاد الامن والامان، وحنا راه غاديين في تطور كما كنشوف ان حتى مديك المحمديه راه غادي في واحد الانجاز. وكنتمنوا غير من الناس يعني يديروا عقلهم ويحافظوا على داك الشيء اللي غايديروا، على دوك الجرادي وعلى الشجار وعلى التريطوارات، ما يبقاوش الناس يحفروا ويهبشوا. يعني الناس يحاولوا يحافظوا، وحتى الازبال ما بغاش يبقاو نشوف مديك محمد ان اللي كان شي قاعه عطي لوحو، يحاول الانسان يرتقي وتولي مديك المحمديه بحال طنجه، بحال تطوان، بحال مراكش، بحال الانسان يتحضر. حنا شوف حنا بغينا النقاء، بغينا نعيشوا في النقاء، ما بغيناش نبقاو عايشين يعني
يعني في الـ في الـ في الهشاشه وفي الـ في الفقر. والمحمديه كما شنو مؤخرا مؤخرا ولا بحال البديه اللي دخل كيقول لك المدينه المحمديه اللي فيها الكراول وفيها الكرارس، ولكن بديل بغينا البديل. كون باغي يمشي للمحمديه تقول هذه الهضره ما يمشيش والواقع هذا. التجار تما كانوا محتاجين وحنا شوف حنا السياحه ويبيعوا المنتوجات. شوف ان شاء الله غتشوف هذه الهضره هذه لانه حنا محتاجين للسياحه. شوف المدينه زينه زينه وكي خاص الحقيقه زينه وخاص موالي يجمعوا رؤوسهم. انا باش نكون واضح انا شوف انا كنقولها شوف ما كنعممش، كاينين الناس ديال المحمديه الله عمرها ضر، وكاينين شي وحدين صاحبي راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، يعني ملي شافوك غلطت عليك شي حاجه ما يحملوكش، بقاو يسبوا فيك وبقاو يعيروا فيك. هادشي ما خاصش يبقى، اي واحد شوف انا كنقول اي واحد في المحمديه كنتمنى الله عز وجل رزقه من حيث لا يحتسب، اي واحد في المحمديه بغى يتربي يعني يعطيه كاع داكشي اللي في خاطر. حنا راه ما كنحزوش ولاد الناس، الا درتي شي حاجه بالعكس حنا راه ندعيو معاك ونبغيو لك الخير. راه ماشي انتوما جيتوا اللهم بارك. يلا حطاشكم يلا حطاشكم. كاين شي سؤال لا شي ما كاين شي سؤال احبابي حتى هادو ما بغاوش. كنتي في خدمه خارج؟ كنت في خدمه خارج المدينه المحمديه في الداخله على قبل واحد الحاله ديال المس اللهم لك الحمد، جاب الله الشفاء يعني في ظرف يومين. علاش؟ ملي كتدخل الدار كندخلوها بالنية.